مساء الخير يا استاذه ازيك عائشه، يا ازي ساره؟ حضرتك؟ مساء الفل، اهلا ازيك وسهلا. يا استاذه مروه؟ الحمد الحمد لله. لله يا ساره بخير. قولي لي يا ساره، اخبار الخناقات التافهه ايه؟ والله مش عارفه اقول لحضرتك ايه، انا عندي خلافات كتير قوي قوي يعني، احكي لي. وكلها على حاجات تافهه. على ايه مثلا؟ والله اول موقف حصل كنا في الاول الجواز، بس عشان خاطر جوزي بقول له انا نفسي تبقى حنان عليا ونفسي تسمعني وافضفض معاك، تبقى ليا اب واخ، بس عشان بقول له تسمعني. عمل ايه؟ لقيته بيسقف على ايده، اسمعك، ها قول يلا عايزه تقولي ايه. وبقت خناقه كبيره قوي قوي قوي، ولقيت خلاص وشه احمر وزعق قوي، وقعدت اقول له طب ايه ده، طب خلاص انا لسه ما قلتش حاجه، ده انا لسه بس بقول لك اسمعني، انا ما قلتش حاجه لسه، يعني ما فيش موضوع اصلا، انت كل شويه قولي اسمعني اسمعني، طب انت عايز انا اعمل لك ايه، اسمعك في ايه، هو في ايه، وما فيش حاجه اصلا. وعلى كده بقت خناقه كبيره قوي، وعماله اراضي فيه طب ايه ده، ومش وساب لي البيت ومشي. دي كانت اول خناقه. وبمناسبه ان هو ما ينفع يضرب وانا ما اضربش والكلام ده، انا ببقى نفسي والله ببقى من جوايا كده، عارفه يا حضرتك، ببقى عايزه اقوم اديله بالبوكس كده، بس طبعا ما بينفعش، هو ينفع لكن احنا لا. يا ومره بنات يا بنات، بطلوا تقولوا كلام وبعدين ترجعوا بعد ما نخلص الحلقة. هو ينفع ما تنزليش المكالمة؟ حد قال لك تقولي ما تقوليش الكلام ده؟ امسكوا نفسكم بس، ما ايه، ما تأفوروش قوي. هل انا ما الخناق بسمحلوش بالاهانه، هايل كويس؟ انا ما بسمحلوش بالاهانه. هو لما تجاوز معايا باللفظ كذا مره انا وقفته، قلت له انا ما اسمحلكش، ومش انا اللي بتهان. انت متجوزة بقالك قد ايه؟ 3 سنين. عندك ولاد؟ لا للاسف لسه. طيب، بس فكرة انك بتفرمليه لما يشتم، عشان ما نتجاوزش بقى ونوصل لمد الايد، بس انت بتفرملي من الاول وما بسمحش، والمفروض كده. ايوه اسمح هو ليه انا يعني؟ عملت كده يعني، بس هو طبعا ايه، كراجل يقعد يقول انا الراجل، ايوه انا الراجل. صوتي يعلى، انت صوتك ما يعلاش. هو كل الفكره في كده، مع اني بقول له انا صوتي ما بيعلاش، بس طبيعي البني ادم لما بيبقى متضايق صوته بيعلى طبيعي، يعني ما فيش حد بيتخانق بالراحه يعني، او بيبقى متنرفز وصوته بيبقى بالراحه، بس هي الفكره عنده كده دايما، في تفكير عند الرجاله طب ما انت كلهم بدأتي صوتك ما يعلاش. ما انت بدأتي تقولي له اسمعني ونفسي تبقى حنين عليا وكده، يعني انت ما قلتيش حاجة عيب. لا ما هو انا بقى دلوقتي وانت بجبره ان هو يسمعني، هتسمعني يعني هتسمعني، لانه انا مثلا انا دلوقتي اهله معايا عايشين مع بعض، هما لما بيرضوش يسمعني بنزل اشتكي لهم، هما بصراحه بيزعقوا معايا وبيتدخلوا وبيهدوا شويه، بس انا نفسي هو نفسه يعني يبقى من نفسه الكلام ده، يبقى فاهم الكلام ده، مش لازم احتاج لحد، مش لازم ادخل اهله او اهلي. ومره حصل موقف برضه، مسكني بهدلني في الشارع وتف عليا تف عليكي بسبب ايه؟ بسبب بس ايه؟ عشان خاله كان عنده الدكتور وعايزين نجيب حقنه، وهو ما كنا في القاهره واحنا من الزقازيق، ما كانش عايزنا نجيب الحقنه من هناك، وانا مش خايفه ان انا ما الاقيهاش هنا، بس عشان خاطر مش عاوز يخلص الفلوس اللي في المحفظه. انت زودتي يعني في الضغط عليه؟ لا لازم لا نجيبها، لا 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 لازم نجيبها. خالص، كان معانا فلوس نروح، وده كان اهم حاجه يعني، العلاج عندنا اهم. بس لا هو انت لازم تسمعي كلامي، انت تقولي حاضر، قلت له طب خلاص روح رجع العلاج وخلاص مش مشكله، مش عايزينه اروح ارجعه، لا بعد ما جبته. وفضل بقى طول الطريق على كده، انت كذا، انت غبيه، انت ما بتفهميش، انت مش عارفه ايه، اقعد اقول له طب اهدى، مش طب انا ما عملتش حاجه، طب العلاج مهم، العلاج اهم حاجه، الدكتور طمنا وقال انتوا كويسين وما فيش حاجه، كنا طالعين فرحانين، كان دكتور نسا بهدلني وخد نسيتي زي الزفت وتف عليا انا في اليوم ده ما سكتش، سبت البيت ومشيت. وكان بابا كلمني في التليفون، قلت له انا مش هقبل اهانه، انت ما تقبلهاش على بناتك، مش هقبلها على نفسي، ومستحيل اسمح له بحاجه زي كده تاني، مش انا اللي بتهان، ومش في الشارع، انا بنت جدع ناس. جدع. طب عملتي ايه؟ عملتي ايه؟ رحتي فين؟ بس جدع. رجعت. طيب هنطلع فاصل ونرجع ناخد تعليق مروة على المكالمة دي. اهلا بيكم مشاهدينا مرة تانية. سارة ما عدتش فكرة انه حد اتخانق معاها في الشارع، حد ايه، جوزها اتخانق معاها في الشارع على دواء او على حاجة، واتعصب فتف عليها في الشارع. هو ممكن يبقى متعصب ويتكلم يعني وهو متعصب، ونعرف نحتوي يعني نتفهم حد عصبي، بس من غير ما يتجاوز او من غير ما يشتم او من غير ما يتف او من غير انها متعصب ليه، ما قلتليش او خليتيني اجيبها او كذا، عادي الحاجات دي ممكن نستوعبها. انما هي قطمت مشيت وقالت لا انا ما تهنش، ايه رايك؟
بصي هو طبعا اللي هي عملته ده صح، بس لو رجعنا خطوتين ورا كده وهي بتحكي الموضوع او الخناقه، هو يا عيني اللي كان مسيطر عليه في الوقت ده خوف ان الفلوس اللي في جيبه تخلص فمش هيعرفوا يرجعوا الزقازيق، فهو هنا اولوياته كانت مختلفه عن اولوياتها. هي كان مهم عندها ان انا اجيب الحقن من القاهره لان ممكن ارجع الزقازيق ما الاقيهاش، فمن هنا بقى حصلت الشراره. انا مش عايزه اجيب الدواء من هنا، انت ما بتفهميش، هنرجع ازاي، هنعمل ازاي. هو في الوقت ده ما كانش محتاج انها تتكلم ولا ترد، لا بحاضر ولا غير حاضر، ولا انا غلطانه ولا انت اللي غلطان. ليه بقى؟ لانه هو دلوقتي خوفه من عدم القدره على الرجوع للزقازيق مسيطر عليه تماما، فاي كلمه هي هتقولها هو مش هيسمعها، هتبقى عامله زي ايه، كانك بتدلقي بنزين زياده على النار اللي قدامك. ففضل يعلى 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 لحد لما فقد اعصابه تماما والسيطره على تفكيره، كان ده رد فعله. لكن هي بعد ما رجعت كلمت اهله وقالت له انا حصل معايا 1 2 3 وانا ما اسمحش بده، وكمان في الشارع قدام الناس. طبعا انها تاخد موقف من رد الفعل ده صح جدا وما نقدرش نغلطها فيه، لكن لو اتحطيت بقى في نفس الموقف مره تانية يا دعاء، يستحسن في حالة البني آدم اللي ما بيعرفش يسيطر على غضبه واللي عقله بيذهب زي ما بيقول أنا ما عرفش إزاي أنا عملت كده، كأنك مش موجودة، ما ترديش تماما. وبرضو لما يهدى خالص تعرفي تاخدي حقك، أنت حصل منك 1 2 3 وده بالنسبة لي مرفوض تماما. حتى لو كنت في حالة غضب ومش عارف تسيطر على غضبك. هو بعد كده لما هترجعيه في هذا الموقف هيعرف بعد كده يفرمل نفسه ويبقى عارف ان ده هيعمل مشكلة اكبر بعد كده.